الواحدة بتاعت الأدوار بتاعت التيشيرتات بقى والبناطيل وكل حاجة، وهنا الدريسز كلها، وطبعا في كمان تحت هنا ممكن تحطوا حاجة، وممكن تشيلوا الرف ده ويبقى تشيلوا الشماعة ويبقى رف عادي، ودول كمان كده رفوف. كل اللي هنا يا جماعة بدل ودريسز زي ما انتوا شايفين، وكمان في تحت كده تخزين ممكن تحطوا جوه اي حاجة مش هتبان. وهنا المراية دي بتتفتح ويبقى جواها كل حاجة، يعني بجد هو مخترع في الدريسنج دي حاجات كتيرة. بصوا هنا، هنا كل البناطيل بتاعة البدل بتحط كده، وهنا بقى الشرابات وكل حاجة، يعني الأربع أدراج دول بتحط فيهم كل اللي انتوا عايزينه، وممكن تزودوا، ممكن تشوفوا الديزاين اللي انتوا عايزينه. كمان جاب لي الواحدة دي أحط فيها حاجات، هي لسه جايالي فأنا لسه برتب فيها أصلا يعني على مزاج كده. بس بجد يا جماعة هو عمل لي ديسكاونت حلو قوي، الدريسنج روم حلوة من كتر جمالها، انا طلعت عملت لكم فيديو وكمان في